السلام عليكم، معكم ياسين غلام، مغربي على الطريق معروف بها. احنا المغاربه عندنا تاريخ كبير الحمد لله في هذا المجال المغامره والسفر، من بينهم بنو بطوطه ومحمد الشريف الادريسي ومصطفى الازموري. فحتى انا قررت انني نحدو حدوهم ونبدا الرحله ديالي من المغرب، واختاريت القاره الافريقيه اني نتعمق فيها. علاش؟ لاني افريقي الحمد لله، وزرت 29 دوله خلال 4 سنوات، اكثر من 43,000 كيلومتر، عشت فيها مغامرات جميلة جدا ورائعة جدا، أشياء رائعة وأشياء حوادث سير وأمراض، ولكن الحمد لله قدرنا نتغلبوا عليها. في اليوم فعبرت 29 دولة، من بينها 26 دولة في القارة الإفريقية، من المغرب لجنوب إفريقيا ومن جنوب إفريقيا حتى لمصر، وكذلك الأردن والسعودية. واليوم كنتواجد في دبي إكسبو 2020 في الرواق المغربي. في اليوم غناخذكم معايا في رحلة رائعة جدا، خليكم معنا من الطابق السابع اللي غادي تعرفوا فيه كل طابق على وحده، تعرفوا فيه العادات والثقافة المغربية. يلا معنا.